السلام عليكم أخواتي وأخواني المتابعين، معكم ياسر حميد استشاري الأمراض النفسية. حبيت أقولكم عن 3 أشياء يمكن مو كل طبيب نفسي يشرحها بطريقة جيدة لكم. الشيء الأول أنه الاكتئاب أو القلق اللي تمر به هو اضطراب كيميائي في الدماغ يسبب لك هذه الأعراض. حقيقة هذه نظرية قديمة وقد أثبت عكسها كثيراً من خلال البحوث والدراسات. دائما كنا نقول أنه هنالك اضطراب كيميائي في الدماغ قد يحصل مع بعض المرضى اللي عندهم اضطرابات نفسية، وخاصة المستلمات العصبية والنواقل المعروفة بالسيروتونين والدوبامين. لكن نعرف أنه الكثير من المرضى اللي عندهم اكتئاب أو قلق يمكن عندهم ما عندهم هذا الاضطراب الكيميائي بالدماغ. فلذلك نظرية الاضطراب الكيميائي في الدماغ هي نظرية مبسطة جدا ولا تعكس كمية التعقيد الموجودة في أدمغتنا وكيف تتعامل مع الضغوط دائما دايرنا وكيف العوامل الوراثية تؤثر علينا أيضا. فالشيء الأول أنه لا تقبل بنظرية الاضطراب الكيميائي في الدماغ، بل ابحث عنها أكثر، اقرأ عنها أكثر، واعرف أنه هو الأمر مو بهذه البساطة. الشغلة الثانية اللي يمكن بعض الأطباء النفسيين ما يشرحوها بطريقة صحيحة أنه الدواء هو وسيلة من وسائل العلاج وليس هو العلاج كله. أحيانا بعض الأطباء نركز يعني كثيرا على الدواء وما نركز على العوامل الأخرى. يعني مثلا إذا كان بدنا نشوف مريض عنده اكتئاب أو قلق، بدل ما نعطيه وصفة مليئة بالأدوية المضادة للاكتئاب والقلق و يعني الكثير من الأدوية الأخرى، يمكن نركز وياه أكثر على ما هي الأشياء اللي ممكن أنه يمارسها وممكن أنه تحسن صحته النفسية. يعني مثلا بعض التمارين الرياضية، حتى لو تمارين بسيطة، حتى لو تمارين يسويها داخل بيته أو مثلا مشي بسيط خارج بيته. الآن الكثير من الناس عندها هواتف ذكية، وبهذه الهواتف الذكية هنالك الكثير من التطبيقات مال التمارين الرياضية اللي ممكن أنه تستخدمها كل يوم لمدة 7 دقائق، لمدة 10 دقائق، تسوي بعض التمارين البسيطة في داخل بيتك أو في مكان عملك أثناء فترة استراحتك على مود تحسن من صحتك النفسية. الدواء هو جزء من العلاج وليس هو العلاج بأكمله. وأيضا لا ننسى تأثير الغذاء مالتك على نفسك. فإذا أنت تأكل الكثير من المواد المضرة أو تدخن أو تشرب يعني كحول، هاي كل هالأشياء أيضا تؤثر على صحتك النفسية. فلا يمكن أنه نعالجك بالأدوية فقط بدون أن نعطيك النصيحة في بقية هذه الأشياء من حياتك. فهذا الشيء الثاني اللي يمكن مو كل الأطباء النفسيين يشرحوه بطريقة صحيحة، أنه دائما العلاج هو علاج يجب أن يكون علاج شامل، علاج يتضمن رؤية هذا المريض بشكل عام، مو تركيز فقط على جزء من مشكلته ومحاولة حلها بالأدوية فقط. الشغلة الثالثة اللي يمكن مو كل الأطباء النفسيين يشرحوها بطريقة جيدة هو أنه أحيانا أو في أغلب الأحيان القليل من الأدوية النفسية هو أفضل من الكثير من تلك الأدوية. أحيانا نشوف بعض الوصفات من بعض الزملاء التي تحتوي على عدة أدوية في نفس الوقت، فمثلا يعطون دواء مضاد للاكتئاب ودواء مضاد للذهان اللي أحيانا أيضا يستخدم في اضطرابات القلق، ويعطون منوم يساعد على النوم بالليل، ويعطون دواء رابع ممكن يستخدم عند الحاجة للقلق لأعراض القلق. فهذا المريض يدخل على الطبيب يطلع بوصفة بها 4 أدوية نفسية في نفس الوقت، وهذا الشيء دائما نحاول نبتعد عنه. فمثل ما قلت بالأدوية النفسية القاعدة العامة استخدام أقل عدد ممكن من الأدوية، ودائما دائما الأفضل أنه تبدي بدواء واحد بجرعة قليلة، بعدين تزيده، وبعدين تضيف إلى دواء ثاني إذا كان هنالك داعي لهذا الشيء. فأتمنى يكون هذا الفيديو القصير مفيد لكم، وممكن أنه تكتبون بالتعليقات إذا صارت عندكم أي
تجارب يمكن مو جيدة مع بعض الأطباء النفسيين اللي يمكن وصفوا لكم أدوية أكثر، أو أنه يمكن ما شرحوا لكم بالضبط ليش أنتم مكتئبين أو ليش أنتم قلقين. إن شاء الله إحنا ما ننتقد أي أحد، إحنا كنا معرضين للخطأ، وأنا ما أقول أنه أنا أحسن واحد بهذا المجال، لكن الطبيب الماهر هو الطبيب الذي يعالج المريض كمريض كامل، وليس يركز على شغلة واحدة فقط وهي القلق أو الاكتئاب أو مشكلة النوم، ويركز فقط على حل هذه المشكلة. تحياتنا وسلامنا، ونشوفكم إن شاء الله بألف خير.